بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة عالم الصيدلة، هذه القناة اللي كتهدف إلى إعطاء معلومات حول الأدوية التي تباع في الصيدلية. لاحظت مؤخرا بأن مجموعة من النساء والفتيات كثيرا ما يستعملون هذا المرهم الذي أمامكم. هذا المرهم الذي أمامكم بطبيعة الحال حينما يستعمله الشخص أول مرة فهو كيعطي نتيجة إيجابية، خصوصا بأن الفتيات في النساء كيستعملوا هذا المرهم بالنسبة للوجه مما يعطي من نتيجة إيجابية، واللي كيغفل عليه الكثير بأن هذا المرهم مكون واحد المادة اللي هي دوبيميتازون أو ما يسمى بالكورتيزون، اللي هي مادة خطيرة جدا، هي اللي كتفتح لنا مسام من جديد. الخطير في هذا المرهم هو أنه كيعطي في الأول نتيجة إيجابية، ولكن ملي كتقطعوا يعني أنك تمنع من استعمال هذا المرهم، البشرة نتاع الوجه تعود إلى أسوأ حالتها مما كانت عليه في السابق. بطبيعة الحال أنا كنصح الفتيات والنساء التوقف عن استعمال هذا المرهم، لأن هذا المرهم كيستعمل في واحد الحالات أخرى، وهذه الحالات هي التي يحددها اختصاصي في أمراض الجلد. وأنصح النساء والفتيات باستعمال مرطبات ديال الوجه، وكذلك مرطبات ديال أشعة ديال الشمس. ونتمنى أنني قد أفدتكم في هذا الفيديو إن شاء الله، وشكرا.